في المنفى في مكان مجهول في مكان أشبه بالقبر، ولكن هذا القبر فوق الأرض في غرفة صغيرة صعب حدا منا يعيش فيها. مقيمة فيها سيدة تسعينية عم تعيل فيها زوجة ابن ضرتها، لأنه ببساطة ما لها حدا. خليكم معنا لتتعرفوا على القصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي الكريم، أنا أم لتسع أطفال، أم محمد. نحن تسع أطفال، أنا معيشتهم ومعيش الله وهن معيشيننا بهالتنك. بيروح على الحوايا بيجيبوا وبيجوا، نستنى نستنى الأطفال اللي يجيبوا اللي يبيعوا لناكل خبز، اللي جابوا بناكل خبز، اللي ما جابوا ما بناكل خبز. طيب هالعالم هي كلها عايشين، احنا ليش لا؟ ربي أطفال على أنفيات، لا مدارس لا شيء لا شياتيني، يعني ليش ما بناكل مثل العالم؟ ليش ما نلبس مثل العالم؟ ليش ما بنبرك بركين مثل العالم البيركين؟ أنا بال يعني والأكثر أنا عندي معاقة، عندي أم ضر جوزي، أنا عم ربي أنا اللي تعبانة عليا، يا أخي أنا تعبانة عليا، وتعال شوف شيء بعينك، هاي هي معاقة لا بتسمع ولا بتشوف ولا أبدا أبدا أبدا، وما له معين إلا رب إلا رب العالمين، ما له معين إلا رب العالمين والله أنا، الله بعدين أنا. السلام عليكم. ما بتسمع، ما بتسمع ولا بتشوف ولا أبدا أبدا. هاي عيشتها من 5 سنين 6 سنين لحد الآن، وما حد معترف علينا بشيء، لا إغاثات لا حد، هالعالم عم تتبرع كله نفاق بنفاق، إلا نحن ما بعرف ليش هيك الله مسوي فينا، لا مخيم لا مخيم مدخل العالم، ولا بركي ولا خيام، بالشتاء بتشر علينا وبالصيف نار. طيب ليش نحن أشو مساوين؟ بس لأني تنطلعنا من بيوتنا، نحن ما كنا هيك ببيوتنا، لا كنا عايشين أحسن عيشي ورضيانين بأمر الله، رضياني بهالشيء الصار، بس مو لهالدرجة هاي. طيب أنا بديت كبر 9 أطفال، إلا مرت عمي المعاقة، إلا بهالغلاء، إلا بهالوضع، ما عندي معين إلا رب العالمين وهالأطفال. طيب أنا شلون بدي أعيش؟ ليش ما بتعاملونا مثل ما بتعاملوا هالمخيمات؟ ليش ما بتدعمونا مثل ما تدعموا هالمخيمات؟ حرام كمان نحن خلقوا عالم وبشر، بدنا ناكل، بدنا نلبس، بدنا ندرس أولادنا. طيب أنا ندرس أولادي كلها على الكبت كل هالسنين، ليش؟ إيش سوينا نحن؟ بس أنا بدنا الحرية. بالنسبة لأولادك احنا عم يشتغلوا وعم يجيبوا لكم مشان تعيشوها. ايه لك منين؟ ايه لك منين بدي اعيشها؟ طيب الحجه ما عندها حدا نهائيا؟ ما عندها حدا الا الله وانا بس. اشو معيشتها؟ ما انا معيشتها انا، ولا انا معيشتي اطفالي انا. معيشتها شيء بس لا يموتوا، بس ربطة الخبز، واذا حصلوا من عند جوارين على الزيتون. بعض الاحيان تجي جاره لعندي بتلاقيني ما بعشي اولادي، بتروح بتجيب لي بالصحن اكثر شيء للعجوز هاي ومشان تاكل. والله العظيم مره واحد عدى على الدرب لقاها عم بالصحن، يا اخي جوعانه، قلت لها يا عمي ما عندي شيء طعميكي، راح جاب لها بصحن هالقدو شويه لبن لتاكله. واكثر عم عاشش حد من هاد ومن هاد، ما عاد لا المنظمات تعترف علينا ولا حد يعترف علينا، ما في غير الله عم يعترف علينا، بس مو لهالدرجه. طيب انا ماني باطفالي، بس بهالمعاقه هاي ماني ورا اطفالي، اطفالي بيصيروا بيدبروا حالهم بيطلع بفوتوا، بس هاي البيركي لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتمشي. طيب هي دواء وين تجيب لها دواء؟ شو راح تاخذ ادويه؟ كل شيء عندها للضغط وللسكر وللاجرين وللعصب. شو عملتها يا بنت؟ جيبي لي يا بنت، جيبي لي هذا الدواء، ها هاي قبل ما تخلص هاي بدي اجيب لها، ابدا مستحيل، هاي على طول بدها تكون مليانه دواء، واذا ما هي مليانه دواء بدها تضل تصير. طيب انا منين بدي اجيب؟ انا مره لك لا 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 زنقين عم تتبرعوا، لا اهل الغنم عم بتجيبوا لهم، لا اهل السيارات عم بتجيبوا لهم. ليش؟ طيب ليش؟ انه فقيرين ما حدا عم يطلع علينا؟ عم يدعموا الدنيا كلها، بس هالمخيم هذا ما عم يدعموا، بس انا ما عم بحكي باسمي انا، بس بحكي باسم المخيم كله، واكثر شيء فقيره انا فيه، كل هالمخيم فقير، ما عندنا شيء، ليأكل بركي البيرة العجوز. شايفين؟ طلع استاذ، هاي يا مطره حياه يا جواتها، يا مطره حياه يا ذبحناهم. هاي بركي هاي؟ هاي ما يبركي، حرام من الله، الله هو بده يضحك على العباد، بس العبد ما عم يطلع علينا، ما عم يطلع علينا، ما حدا عم يطلع علينا، ولا حدا يعتبرنا نحن من العالم، ولا نحن من الناس، لأن من الناس قالوا مثل ما عم يدعموا هالعالم يدعمونا، عم يفتحوا بس عم يدعموا هذا، عم يدعموا هذا على البس، نحن ما بنطلع على البس، ولا بنصرد لحالنا نطلع على البس. نحن إذا بنموت هالمخيم هذا ما حدا بيطلع على البس.